بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، أقام الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع الاتحاد العربي السوري للرياضات الخاصة ومشروع جريح وطن تحدي السباحة الأول لجرح الجيش العربي السوري بحضور فعاليات رسمية وشعبية. تحدي بدل على إصرار، على عزيمة، على إرادة، لنقول نحن هدول الأبطال كانوا أبطال وما زالوا أبطال، دائما وسيبقون دائما أبطال، لا يعكسوا هاي العزيمة وهذا الإصرار. لنقول أنه نحن هدول الشباب هن دائما قادرين متمكنين أنه يعطوا وين من كانوا، وهن جزء من هالشعب السوري الشعب العظيم اللي صمد خلال هالفترة الماضية رغم كل الضغوطات. مسابقة تحدي السباحة بالمسافات الطويلة بالمياه المفتوحة بالبحر من أرواد، من جزيرة أرواد لشاطئ الطرطوس شاطئ البوسيدون بمسافة إجمالية 3 كيلومتر. هذا التحدي الحقيقة هو التحدي قبل ما يكون مطلق كفعالية رسمية، هو تحدي عند الجرحى بينهم وبين حالهم من 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 أشهر طويلة كانوا عم يتدربوا فيها وعم بيحضروا حالهم وعم بيكسروا أرقامهم وعم بيحسنوا تكنيكهم باللعبة لحتى يقدروا يسبحوا هاي السباحة اللي معنا سهلة أبدا. تحدي السباحة الأول أقيم من جزيرة أرواد وصولا لشاطئ مدينة طرطوس بمشاركة مجموعة من جرح الجيش من عدة محافظات. عاد سنين نعمل كل شيء، اي شيء بس واحد يتدرب، يضل متدرب، وانا وقت تصاوبت خلصت اصابه، خلصنا قتال بهالجيش وبلشنا قتال بالسباحه. يعني رغم اصابتنا نتخطى المصاعب، ما تعودنا انه نستسلم باي شيء، لا بالحرب ولا بالبحر ولا باي شيء. تعودنا على طول انه خلص نحط هدف براسنا بدنا نوصل له. معي بتر بالطرف السفلي الايسر، متصوب بدرع. سبحنا نحن هالمسافه الفعاليه كان كثير حلوه. يعني نحن أول مرة بنسبح المسافة المفتوحة، قبل منك كنا نسبح مثلا بس مسافات قصيرة، بطولة جمهورية، بطولة مثلا جريح وطن ودنيا، هاي الفعالية كانت كتير حلوة. رغم الإصابة وبإصرار كبير يواصل جرح الجيش ومن خلال الفعاليات المتنوعة التي يشاركون بها بتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات، تأكيدا على قوة الإرادة والعزيمة لديهم. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.